تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص 17 والتابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك صباح اليوم بالحرس الملكي بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع. وبعد عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تفقد معالي طابور العرض الذي اصطف لتحيته، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. بعدها ألقى العميد الركن حمد بن خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشكره على تفضله برعاية هذا الحفل. ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص 17 التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير وإلى وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. بهذه المناسبة عبر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين على جهودهم القتالية المباركة وبذلهم الغالي والنفيس فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم بمشاركتهم بكل فخر واعتزاز في عمليات التحالف العربي بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين الذين مثلوا النموذج الأمثل والأروع في التضحية والعطاء ونذروا أنفسهم لهذا الواجب الوطني المقدس بكل شجاعة وإقدام في سبيل رفع راية الحق، داعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم مع القوات الشقيقة. كما نقل إليهم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. حضر الاحتفال اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري أنور عبد الله الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني واللواء محمد قطامي الكبيسي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين.